نعم عنده 20 عام هو تينتظر. يعني كنت غنيت فوق الخشبة ديال باب الماكينة ديال فاس لمهرج فتح مهرجان فاس للموسيقى العريقة، ومن ثم هو تيصبر شي شوية. ثالث سنة 2014 وقررت مع مولاي رشيد الكراكي اللي هو وزعو من لحن المرحوم سي سعيد الشريبي باش نعاود ثاني ندير له توزيع آخر. بدينا في التسجيل ولكن كان خصنا شوية ديال الإمكانيات باش نقدموه للجمهور الكريم بدقة بجودة عالية. 2018 جاتنا هذا من وزارة الثقافة.